من المنتظر أن يعلن برشلونة في الساعات القليلة المقبلة إعارة مدافع البرازيلي مارلون سانتوس إلى نيس الفرنسي. ذكر النادي الكتالوني في حسابه على تويتر أن مارلون تخلف عن ميراني هذا اليوم نظرا لسفره إلى فرنسا من أجل إتمام صفقة إعارته، ما يشير إلى أن هذه الخطوة تؤكد رغبة المدرب أرنيستو فالفيردي في الاعتماد على فيرمولين خلال هذا الموسم. وبحضور أكثر من 17,000 مشجع في مدرجات ملعب الكامب ناو، قدم برشلونة رسميا نجمه الفرنسي أوسمان ديمبيلي. بهذه المناسبة لم تستبعد إدارة النادي الكتالوني الحصول على خدمات نجمين آخرين قبل نهاية سوق الانتقالات. مراسلنا أشرف بن عياد يوافينا بالتفاصيل في تقريره التالي. يوم خاص عاشه النجم الفرنسي الشاب أوسمان ديمبيلي الذي حقق حلما بحمل قميص برشلونة. تأخر توقيعه وظهوره على أرضية الميدان، فبدأت الهتافات المطالبة برحيل بارتوميو. بعدها ظهر ديمبيلي بقميص البارسا متحمسا وسعيدا بانتقاله إلى بيت قريب إلى قلبه منذ سنوات كثيرة. منذ سن 8 وأنا أتابع مباريات برشلونة، بدأ كحلم وتحول الآن إلى حقيقة. شاهدت دائما اللقاءات وطريقة لاعب البارسا، وأيضا كيف توج بألقاب كثيرة في دوري الأبطال والليغا. كان يعجبني النادي وكان حلمي منذ الصغر. إنه لشرف وأمر ممتع أن أكون في نفس فريق ميسي، سأتعلم منه وسأتابع ما يفعله. إنه لاعب عظيم، فهو الأفضل في العالم وفي تاريخ كرة القدم. خلال تقديم ديمبلي وجهت الأسئلة أيضا للروبرت فرنانديز بخصوص ما تبقى من صفقات. المدير الرياضي لبرشلونة استبعد اسم سيري وأكد على إمكانية قدوم لاعبين. نحن نعمل منذ أيام كثيرة حول أي إمكانية، قد يأتي لاعب أو قد يأتي لاعبان، لهذا علينا الانتظار. هذه هي الحقيقة. صحيح أننا نتفاوض وهذا الأمر أعترف به، وأنتم تعلمون ذلك منذ وقت طويل. قد نجد أنفسنا في وضعية إيجابية لاستقدام لاعب وربما لاعبين. 6 نقاط في مباراتين، ديمبيلي يحمل قميص برشلونة والقادم محفز للغاية. النادي الكتالوني في طريقه لإعادة الثقة والهدوء بين جماهير البلوغرانا. أشرف بن عياد، بي إن سبورتس، برشلونة.